تجميل الأسنان زي كل تجميل وظيفته إنه يحسن مظهرنا وحالتنا النفسية، لكن أكتر من كل تجميل، تجميل الأسنان له تأثير كبير جداً على حياتنا كلها. الرواية العالمية الشهيرة اللي تحولت لفيلم Eat, Pray, Love اللي جسدت فيه جوليا روبرتس بطلة الرواية اللي بتبحث عن السعادة في حياتها، لخصتها أخيراً في الأكل والاستمتاع به والصلاة اللي هي السكينة وراحة البال والتأمل والحب. الاستمتاع بالأكل محتاج أسنان سليمة تستطعم وتساعد في الهضم، والتأمل والسكينة محتاج راحة بال خالية من الألم والأرق وعسر الهضم، والحب محتاج مظهر جميل وابتسامة جذابة. تجميل الأسنان ممكن يكون مفتاح السعادة في حياتنا وإحنا مش عارفين. اهلا بكم. الحقيقه انترو جميل قوي. الابتسامه فعلا والسنان ممكن تكون مصدر سعاده، وممكن تكون مصدر شقاء، ممكن تكون مصدر فخر. الانسان يبتسم على طول، الناس يحب ابتسامته، ممكن يكون مصدر لا خوف. يعني انا مش عايز ابتسم، انا دايما قافل بقي، الناس بتشوف ابتسامتي تتضايق، انا حاسس بكده دايما. ده المساله ممكن تكون ازمه نفسيه. سمعنا قصص كتيره زي دي وشفناها على فكره. يعني الابتسامة عوامل تحديدها أو إزاي أنا أعمل ابتسامة حلوة، ده مش سهل، في عوامل كتيرة قوي. حتى احنا كطب بشري نسمع من عالم الأسنان انهم بيدرسوا حاجات كتيرة، بيدرسوا طبيعة الوش، بيدرسوا تقسيمات الوش. الوش ده مثلث ولا يعني في نوع من كأنه مستطيل أو المدور وشه أو بيضاوي. الوش ده فيه تحس ان هو شوية الدقن كبيرة او منمنمة. بيدرسوا حاجات كتيرة قوي، بيدرسوا السيمترية، الناحية اليمين زي الناحية الشمال ولا الناحية اليمين زي الناحية الشمال، بيدرسوا الفك وطريقة الاطباق، بيدرسوا حاجات كتيرة جدا طبعا، كل ده عشان في الاخر يطلعوا ابتسامة جيدة. صناعة الابتسامة او التجميل الخاطئ كارثة. تعالوا نتفق معاه، تجميل الخاطئ يودي في 60 داهية. يودي في 60 داهية على المستوى الشكلي، ولا يودي في 60 داهية كمان على المستوى الوظيفي؟ يعني واحد راح يعمل تجميل سنان يطلع شكله مش حلو تمام، لكن هيعرف ياكل، هيعرف يتكلم، حروف هتطلع مظبوط؟ ده سؤال مهم، او منطقة من الاسئلة المهمة اللي انا هسألها النهاردة في عالم التجميل. الحقيقة النهاردة حوار مثير للغاية، وضيف مهم للغاية، اسم كبير في عالم الأسنان، وبيسعدني جدا حواره العلمي. والنهاردة زي ما بيقولوا حوار بقى هياخد منحنى زي ما بيقولوا الصراحة والمواجهة مع الأخطاء الكبيرة في عالم التجميل. ضيف العزيز الاسم المتميز في هذا المجال الأستاذ الدكتور محمد العالم. حاجة لأول مرة نطرحها النهاردة هي الليزر المائي. إيه الليزر؟ انا عندي النهارده ضرس او سنه فيه تسويس ومحتاج اشيل التسويس من السنه. الليزر المائي النهارده هو مجرد ضوء بيعدي يشيل الجزء اللي فيه مشكله. كل الكلام ده بدون تخدير خالص. دي استخداماته على الحاجات الصلبه اللي هي يعني السنه. نيجي في جزء اللثه، بقدر اشيل الصبغات اللي فيها، بقدر اعالج الجيوب اللثويه وبرده بدون الم. الدكتور محمد العالم، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان، زميل جامعة أخن ألمانيا لعلوم الليزر، عضو الجمعية العالمية لزراعة الأسنان، دبلوم تصميم الابتسامة الرقمية أمريكا. ضيف العزيز الأستاذ دكتور محمد العالم، عضو الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان وزميل جامعة أخن الألمانية لعلوم الليزر وعضو الجمعية العالمية لزراعة الأسنان وصاحب دبلوم التصميم الأسنان الرقمية. منورني فيه الدكتور، أهلا بيك. الله يخليك يا دكتور أيمن، الله يعزك. الله يخليك. أنا بقى النهاردة جاي لك، أنا عارف إن الحوار النهاردة هيبقى غير تقليدي وهيبقى في زي ما بيقولوا في الصميم، فأنا عايز أبدأ الأول بتجميل الأسنان. انتقل من مرحلة الترفيه إلى مرحلة الضرورة، تتوافق معايا أكيد؟ طبعا. مش فكرة الضرورة إن هي ضرورة، هي مش حاجة علاجية. الضرورة النهاردة بقت نتيجة للتطور الثقافي والحضاري اللي احنا بقينا فيه. النهاردة بقى العادي إن احنا بنتصور، والعادي إن احنا الصور دي ممكن نطلعها على إنستجرام، على فيسبوك، على أي مجال من مجالات التواصل الاجتماعي. وبقت الناس النهاردة بتحدد شكلي وشخصيتي بناء على طريقة تعبيري عن نفسي.
اهم طرق التعبير عن نفسي ان اعرف اضحك، وان لما اجي اضحك ما بقاش مكسوف من ضحكتي. فالنهارده اي حد هيصحى من النوم كده يبص في المرايه يلاقي نفسه مش مبسوط من ضحكته، هو عنده مشكله. مش محتاج ان انا اقنعه ان عنده مشكله او حد يقول له ان عنده مشكله. فبالتالي هي الضروره النهارده لو هنقول عليها ضروره هتبقى ضروره لتحسين العلاقه ما بين البشر، ان النهارده اقدر اتكلم معاك وانا ما عنديش جزء انا خايف ان اكشفه ليك، او خايف ان اعبر عن كل حاجه جوايا نتيجه انك هتبص عليا تلاقي سنيني مش كويسه. فما تلاقي سنيني مش كويسه هتحكم عليا غالبا ان انا ثقافيا مش كويس. التجميل الخاطئ معنى ايه؟ الموضوع ده كبير قوي بقى وهنفرد فيه شويه. بص، التجميل الخاطئ طبعا انت التسيد اللي عارفينه يا دكتور ايمن، ان بقالنا سنين تحس ان الناس كلها اللي بقت بتعمل سنانها بقوا مشكل بعض، او ان تحس ان هي في اسطمبه واحده بتتاخد والناس بتطبقها على بعض، او الدكتور بيدينا ورقه مثلا فيها 7-8 اشكال يقول لي اختار شكل ما بينهم يناسبك. لا، ده مش صح. تجميل النهارده عشان ابقى بعرف اعمل تجميل محتاج ان الاول اعرف اشخص الحاله صح، واعرف ابلان للحاله صح. اشخص الحاله دي جزء حيوي ومركزي جدا. النهارده في حالات كتير جدا من اللي بتجيلنا عامله تجميل خاطئ، يحط على سنه فينير ما ينفعش يتحط عليها فينير، او يعمل علاج عصب ويحط عليها فينير. لا، انت بعد علاج العصب بتحط كراون. عندك في بعض الحالات مثلا بتيجي تعمل تجميل في اللثه مش بروبر او مش المظبوط، زي الناس اللي عندها جامي سمايل تروح تشيل اللثه بالليزر بدون مراعاه مستوى العظم فين. تفاصيل كتير. خلينا لو هتكلم عن التجميل الخاطئ اسبابه في الاصل ايه، هما سببين: سبب التشخيصي والتحليلي من الطبيب، والسبب التاني هيبقى من المريض. السبب التاني من المريض ليه؟ انا النهارده لو انا بسيك او انا بدور على طريقه علاج مظبوطه، انا هعرف الاقي اللي يعمل لي الكلام المظبوط ده فين. ازاي؟ النهارده دكتور التجميل مش دعايه واعلان بس، لا، هو دكتور التجميل النهارده راجل ذو خبره، راجل فين شهاداته، راجل عنده حالات ناجحه، والاهم من الحالات اللي ناجحه حالات مستمره. مشكله التجميل النهارده اللي احنا بنشوفه وبنعيده في عياداتنا ان هو غير مستمر، ان هي بتبقى حاجات 2-3 وبعد كده بضطر ان اشيلها واعمل غيرها، لان بيبقى صعب قوي ان اعمل حاجه من الاول اصلحها. طيب، من التجميل الخاطئ ومن الكلام الكتير اللي بيتقال مثلا ان النهارده اعمل سنان بدون تحضير، او النهارده احط فينيرز من غير ما احضر السنان، يعني طبعا ده كلام فاضي. يعني مع احترامي الشديد لكل الزملاء، ولو حد يقدر يناقشني في الكلام ده اكاديميا، النهارده انا فكره حتى اني بحط الفينير اللي ما ببرودش بيه السنه، ما هو انا عشان احط الفينير ده انا بضطر ان احط احماض على السنه عشان تعمل الرفنس او الخربشه اللي في سطح السنه. طب ما هو ده كيميكال بريباريشن، او ده تحضير كيميائي. انا كده خدت تقريبا نص ملي الملي من السنه من غير ما ابردها، فبالتالي انا كده كاني بردتها. بل بالعكس، انا ما بعمل الفينير من غير الحرف مظبوط، زي الفيديو ده هنا بيتعمل صح، هنا دوت التجميل بيتعمل صح، بيتبرد السنه، بيتعمل مقام الفينير اللي انا هعوضه بالظبط، والسنه سطحها بيتلمع كويس قوي في مارجن اللي فوق الحرف ده، وبعد كده نبتدي نحط الاحماض او الطرق اللي بنلزق بيها الفينيرز الجديده بتاعتنا. طب اللي ما بيعملش كده بيحصل ايه؟ بحط فينير فوق سطح السنه بيعمل شفه ما بين السنه واللثه، فبالتالي تلاقي المريض ده بعد فتره اللثه محمره، اللثه بتجيب دم، اللثه ريحتها وحشه، الفينير الحرف بتاعه ابتدى يحصل فيه تسويس، ولو ان ده مش المفروض انه يحصل. انا النهارده ما بحط فينير، انا بعوض تماما المين اللي انا فقدتها او بردتها لفوليوم جديد بس مقفول بالربع ملي. فبالتالي النهارده ان اقول من غير تحضير دي اول كارثه. مفيش حاجه اسمها فينير بدون تحضير او فينير بدون برد واقول ان دوت حاجه سليمه، لا، ده مش حاجه سليمه. في كارثه تانية بتحصل برضو، اللي هي الحشوات اللي بتعمل بيها فينير وبنقول للعيان ان هي دائمه. لا، الحشوات اللي بتعمل بيها والكومبوزيت فينيرز هو حل غير دايم، واحنا بنفضل ان احنا نعمله في الحاجات البسيطه. سنه بتاع الطفل صغير مكسوره طرفها، مش عارف ايه كلام من ده. انما حد عايز يعمل تجميل لسنانه بالكامل يقول له انا هعمل لك كل سنانك حشو ابيض بدون ما ابردها ويقول لك ان الحاجه دي ديورابل، لا، هي تنفع تبقى سنان جديده بيضة، بس الحاجات دي مش هتقعد في بقك اكتر من 2 ومشاكلها كبلاستيك ماتيريال او ماده فيها بلاستيكيه كتيره جدا في الهيجين وفي التنظيف بتاع سطح السن نفسه. فبالتالي بقى عندك المشكله الاولانيه بتاعت بدون تحضير، دي قصه مرفوضه. القصه الثانيه بتاعت الحشوات التجميليه دي تتعمل واحنا عارفين ان هي تبقى حل مؤقت.
الحالات بقى وتأسيسها وتخطيطها من الأول. في حالات مثلا تروح تلاقي السنان قصيرة قوي وأنا عايزة أخلي سنين طويلة وبيضة. طيب لو أنا ما بعملش سمايل ديزاين اللي هو إيه؟ اللي هو تصميم الابتسامة، اللي هو برنامج بجيبه بره بصور العيان وبعمل تصميم الابتسامة على الصورة دي، لو أنا مش واخد بالي إن العيان ده عنده اللثة هي اللي باينة زيادة، فبالتالي هطول السنة من تحت، هتلاقي بقى عندك لثة قد كده وسنان بيضة تحتها قد كده، بقى عندك بق شكله غريب. ويكون أصلا الحل ببساطة من الأول إن اللثة الزيادة دي أقص الاتنين أو تلاتة ملي اللي زيادة عندي. فده أول جزء في التحليل والتشخيص. طيب لو أنا النهاردة عايز أشيل اللثة دي، دي بقى المشكلة اللي احنا بقينا بنواجهها كتير، بروح للدكتور بيقول لي انت عندك شويه جام سمايل وهنشيل اللثه دي 3 مللي ابتسامه لثويه يعني لسه طالعه لسه باينه اكتر. هشيل ال 3 مللي دول بالليزر. في حاجه في الطب عندنا اسمها بيولوجيكال واتس في طب الاسنان. بيولوجيكال واتس ده هي المسافه ما بين العظم واللثه، والمسافه دي ثابته من 2 ل 3 مللي تقريبا. لو انا ال 3 مللي دول مش موجودين فرق ما بين اللثه والعظم، اللي هيحصل العظم هيكسي نفسه تاني، بمعنى اللثه عندي زياده شلت التلاتة ملي لقيت نفسي واقف على حرف العظم، وهشتغل دلوقتي فينير ابقى متاكد ومطمن ان اللثة دي هترجع تاني، مش هتفضل في مكانها، ليه؟ لان العظم هيبقى عنده التندنسي او عنده الرغبه في انه يكسي نفسه وهيرجع البيولوجيكال ويست بتوعه اللي هم 3 ملي، فهترجع تلاقي اللثة اتكونت تاني بل وملتهبه على سطح فينير جديد. ودي من احد المشاكل الرائجه جدا في التجميل الخاطئ. فبقى عندك دلوقتي السنان اللي ما بتتبردش ويقول لك انا هعمل لك من غير برضه، ده مش حقيقي. الحشوات التجميل اللي هي حلول مؤقته، اللثه ومشاكلها في التشخيص وفي التحليل، واللثه وقطعها المظبوط. ان انا النهارده لو هضطر ان اعمل ازاله عظم عشان اخلي مستوى اللثه ثابت على الوضع اللي انا عايز اعمله، بالتالي يا اما هعملها بالليزر المائي اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده، او هعملها بالطرق العاديه بتاعتنا اللي هي تراديشنال جنجيفاكتومي او الطرق الطبيعيه بتاعتنا في ازاله اللثه والحفاظ على العرض البيولوجي او البيولوجيكال واتس ما بين اللثه والعظم. تمام؟ اكمل؟ لا اكمل. طيب عندك بقى فكره ان انا النهارده الحاله دي تنفع فينيرز او لا. كل ده تحت عنوان احنا لسه تحت عنوان اسمه ايه؟ تجميل خاطئ. تجميل غلط. كل تجميل دي محطات كلها دي ستيوي. واضح ان انت بتحكي حالات بتشوفها. مقاسي بنشوفها. مقاسي بنشوفها. حالات كتيره جدا بتبقى عندها السنان داخله وخارجه. احنا من المدرسه اللي بتفضل لو عندي الكركبه جامده قوي والعيان ده مش عايز يعمل تقويم. لا احنا بنعرفه مخاطر ان احنا نبرد الاسنان زياده عن اللزوم الاول. ده حق ربنا وحق المريض. انت النهارده هتعمل تقويم عشان ترص السنان دي جنب بعضيها بشكل منضبط، فبالتالي ما تحط عليها سطحها الفينيرز يديك شكل الابتسامه اللي انت عايز تطلعه. طب لو انا النهارده عندي السنان دي مكركبه والعيان رافض تقويم، غالبا هنضطر ان احنا نعمل في السنان دي نحت للأوجه السنة كاملة، ونعمل أي حاجة اسمها الكراون أو الطربوش أو التركيب البورسلين، ونبتدي نظبط بالكراون ده البوزيشنز بتاعت السنة. وده مش أحسن حل، بس في حالات كتير بتيجي عندها رغبة أنها تخلص بسرعة، وعندها رغبة أنها ما تعملش كمان التقويم، ما عندهاش الرغبة أنها تعمل تقويم، فعايزين نخلص بسرعة شغلهم. فبالتالي بنعرفهم مخاطر ومزايا وبنقول لهم إحنا هنعمل إيه قبل ما بنشتغل. طب لو أنا رحت النهاردة سنة مكركبة ورحت عامل فينيرز، كمية التهابات اللثة اللي حوالين الفينيرز دي هتبقى غير طبيعية. لو عندي سنة قدام وسنة ورا وسنة قدام وسنة ورا، وجيت أظبطهم من قدام والمسافات بقى من ورا عاملة كده، كل ده ما بينظفش نفسه، وكل ده محتاج دكتور السنان يبقى متابعك بانتظام شديد جدا، حتى تنظيف ما بين السنان بيبقى صعب جدا. طيب من ضمن برضو المشاكل اللي عندنا اللزق. طريقة لزق الفينيرز دي مدارس وقصص، بس في بيزكس متعارف عليها. اهمها بعد ما بخلص لزق انا المفروض بشيل زيادات اللزق دي من على حرف الفينير. لو سبتها ايه اللي يحصل؟ تلاقيش عيانين جايين لك اللثه بتجيب دم ومحتقنه وريحه وكلام من ده بسبب زيادات اللثه بس. انا افتكر في حاله من حوالي 4 سنين احنا قعدنا ساعتين بنشيل اللثه من تحت، بنشيل اللزق من تحت اللثه. العيانة دي فضلت سنتين بتاخد مسكنات ومضادات حيوية ومش عارفة تحل المشكلة. وكان أصل حل المشكلة من الأول إن إحنا ما نسيبش الزيادات بتاعت اللزق تحت اللثة. فبالتالي النهاردة عندي في الحتة بتاعت إن أنا خلاص أنا عملت تصميم ابتسامة مظبوط. تصميم ابتسامة مظبوط دي هنحكيها كمان شوية.
ونفذت التركيبات التجميليه بتاعتي ان كانت فينيرز او كراونز وهبتدي احطها في بق العيان. طريقه اللزق ومدرسه اللزق دي موضوع كبير، احنا ممكن نقعد في حاله نلزقها 3 ساعات من دقه ما انت عايز تشيل اي زيادات في اللزق حوالين السنه. طيب لو انا النهارده عايز اعمل تصميم ابتسامه مظبوط، يعني ايه تصميم ابتسامه؟ يعني حد داخل لي شكل ضحكته مش عاجباه وعايز الضحكه يبقى شكلها احسن. طيب بيشتغل ايه؟ يعني مثلا حاله ده مهم جدا. دي حاله زي دي، دي لا ده دي فينيرز كانت بايظه كانت جايه نفس القصه بالظبط. انت هتلاقي سنان مبطشه، هتلاقي اللثه مش منتظمه، هتلاقي الدنيا مش في 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 عدم انتظام حتى في اطوال السنان. ما بنقولش ان لازم الدنيا تبقى سيمتريكال، ما فيش حاجه اسمها سيمتري في الطبيعه. لو النهارده عايز اعمل تصميم ابتسامه طبيعي، اليمين مش زي الشمال، ده طول عمرها السنتين اللي في النص بس هم التوينز. فدي حاله احنا اضطرينا طبعا نفك كل اللي كان فيها عشان نقدر نعيد صياغه اللثه على وضعها البيولوجي الصحيح، وفي نفس الوقت ان احنا نعمل تصميم ابتسامه يليق بالمريض ده. طيب تصميم ابتسامه يليق بالمريض ده احنا اتفقنا في الاول هو بيشتغل ايه، حياته شكلها عامله ازاي، هل هو حد انرجيتك غير حد او حد حيوي غير حد مرتاح، الراجل غير الست. خليني اقول لك على شويه هراءات كنا بنقولها. لون العين ده مش حقيقي، مش هو ده الفيصل على فكره خالص. وفي ناس بتعمل سنها افتح من بياض عينيها، وفي ناس بياض عينيها لوحدها غامق. ما اقدرش احكم عليه ان هتبقى سنانه طول لونها اصفر عشان لون عينيه صفرة. ان في اي كونتاكت والكلام ده كله بس النهارده الكلام ده ما انت عندك ميك اب مثلا في الستات بيغير الشكل، عندك مش عارف ايه، بتشوف الـ التفاصيل بشكل مختلف. فبالتالي فكره ان لون السنه مع لون العين ولون البشره، لا انا هقول لك احنا بنعمل ايه. انا عندي مرحله مهمه جدا في النص اسمها المؤقت، وانا من خبرتي في الشغل انا والفريق بتاعي بنبقى شايفين كل مريض محتاج يوصل لانهي شكل ولانهي درجات لون، وبلعب في المؤقت ده وبعمله المؤقت ده بالالوان اللي انا بقترح من جوايا ان يبقى شكله او شكلها كده، وبسيبهم يومين ثلاثه بالمؤقت ده. هو بيرجع يقول لي حاجه من اتنين، فاتحين قوي او غامقين قوي. وعند هذه النقطه نبتدي نختار اللون المظبوط، ده اول حاجه. تاني حاجة والمهم، لو جيت رحت لدكتور سنان، دي من ضمن الحاجات الكوميدية شوية، يا دكتور أنا عايز سناني بي ال 3، يا دكتور أنا عايز سناني 0M1، ويروح مديك السنة كده يقول لك أنت فاكر إن إحنا بنطلع اللون ده؟ لا، أنا أول واحد يقولها لك في البرنامج، محدش فينا بيطلع اللون اللي على البلاستيك. ليه؟ اللون ده متحكم فيه حاجات كتيرة قوي. اللون البلاستيك ده بيبقى عباره عن زي كده كتالوج ومحطوط فيه الالوان جنب بعضها جنب بعض، يعني اللي هي اللي انت عايزه درجات الالوان، درجات الالوان بتبقى زي المكياج كده بالظبط، زي بتاعه علبه المكياج. يس. وبنديها للعيان وبنقول انا عايز اللون ده. حلو. طب اللون ده حضرتك هو مش بس لون البورسلين اللي هيتحط على اسنانك، هو لون السنه عليه عامل، السنه اللي انا هركب عليها. لان احنا متفقين ان التركيبات التجميليه والفينيرز فيها درجات كبيره من الشفافيه. فبالتالي عايز اتعامل مع حاجه فيها شفافيه عاليه، يبقى واخد بالي السنه اللي تحتيها لو معموله على عصبه تبقى غامقه غير اللي جنبها. فبقى عندك جزء السنان لونها ايه، عندك جزء تاني لون اللزق ايه، فبالتالي انت بتوصل لاقرب درجه العيان مرتاح لها. يبقى انا عملت ايه عشان قصه الالوان دي مهمه قوي والناس بتبقاش واخده بالها منها. انا بدي العيان الكتالوج بتاع الالوان، بيقول انا عايز اللون ده، بجيب له لون قريب من وجهه نظري مثلا، بحطه في المؤقت واسيبه بيه، هو يبتدي يستمتع باللون ده ويشوف هل انا امكاني اللون ده ولا انا عايز افتح من كده وابان اكتر ولا انا اغمق من كده. بيشوف سنه واحده قدامه غير ما بيشوفهم جنب بعض 8-10 سنان. فبالتالي المنظر بيختلف. بيجي لنا بعديها بنختار ساعتها اللون مظبوط. حاجة تانية برضو، ودي مش نوعية تجميل خاطئ لان دي مدارس. انا واحد من الناس، ويمكن الكلام ده يزعل مني ناس كتيرة قوي بالذات في شغلتنا، انا بكره الايماكس، انا ما بحبش الايماكس صدقني. والايماكس طول عمره في جري تون، طول عمر الايماكس كجلاس سيراميك في الماتيريالز على طول في لون رمادي. لو انا عايز النهاردة اعمل فينيرز طبيعية وعايز اخلي عيني احس ان هو ما عملش حاجة، انا واحد من الناس بفضل حاجه اسمها الفيلسباثيك سيراميكس او الدرجه اقل في القوه واعلى في الشفافيه، وبالنسبه لي انا ما فيهاش الجريش تون ده او اللون الرمادي الخفيف اللي موجود في الايماكس. فبالتالي
في الالوان اللي هي الفواتح الايماكس والفلسباتيك بيبقوا قريبين من بعض. انما في الالوان لو انا عايز اقرب للطبيعه بجد زي ما هو حركه الحاجات اللي احنا بنعملها ببقى محتاج ان انا اعدي اكتر كميه نور من البورسلين اللي قدامي ده. فبالتالي الايماكس مش هو احسن حل زي ما بقالنا سنين عهدنا ان كل كلامنا ايماكس ايماكس. لا في انواع كتيره جدا، في زيركونيا في الضروس الخلفيه، في ايماكس مش في كل الاسنان الاماميه، وفي فلسباتيك بورسلين او الامبرس عندنا احنا على السيرك دوت بيشتغل الحاجات الفايتال دي. حاله من ضمن الحاجات اللي كان فيها اخطاء تجميليه، اللثه كانت بايظه خالص عند العيان ده متورمه، وبالذات السنتين اللي في النص. السنتين اللي في النص هتلاقي عندك حاجه اسمها فلابي تيشو، او ان اللثه من كتر ما هي احتقنت على مدار السنين والدكتور ساعتها ما عملش البيولوجيكال ويث اللي احنا قلنا عليه، ادى الى حاجتين. اولا شكل الاسنان بقت مربعات، ثانيا والاهم ان كل النسيج اللي فوق اللون احمر داكن فوق السنتين اللي في النص دول، دي انسجه تعتبر ميته وموجوده في مكانها، وبتؤدي لعفونه، بتؤدي لحشر اكل، بتؤدي طبعا للريحه الوحشه والكلام اللي احنا متفقين عليه ده. احنا بنقص اللثه بالليزر، بنشيل المستويات المظبوطه، نوصل البيولوجيكال ويث، وبنعمل بعد كده الفينيرز بتاعتنا على الوضع ده. هنا الحاله دي كانت اي ماكس، يعني ده اي ماكس على سيرك، بس احنا هنا الدرجات بتاعتنا فاتحه شويه، فما بتحسش بالفيتاليتي بتاعه الاي ماكس ان هو خفاها شويه بالجريشتون بتاعته. الجريشتون اللي هو الصبغه الرماديه خفيفه قوي بتبقى موجوده. دي حاله بقى جايه من الاول صعبه دي. دي حاله كانت كركبه سنان زي ما اتفقنا، الحاله دي اتعمل فيها يعني مش كل اللي موجود ده فينيرز. في اربعه كراونز والباقي كله فينيرز. يعني الحاله دي ما بين فينيرز وترابيش، اللي هو ما بين تركيبات على سطح السنه من بره وما بين تركيبات مغطيه اوجه السنه بالكامل. طب انا النهارده اما هعمل ده هقدر اوصل بتصميم الابتسامه ان كل السنان دي تبقى على صف واحد، وان وظيفيا تبقى بتاكل صح، وان كافوناتكس وكلام تبقى بتتكلم صح. الجزء اللي حضرتك ذكرته في الاول والمهم جدا، الحرف. انا النهارده مش مجرد بطلع صوره 2 دايمنشنال او صوره ثنائيه الابعاد. سهل قوي انا او غيري اي دكتور سنان ممكن يطلع سنان بيضه. هل السنان دي لايقه عليا؟ هل السنان دي بعرف اتكلم بيها؟ هل السنان بعرف اكل بيها؟ هل السنان دي هتعيش معايا من غير ما تعمل مشاكل تحتيها؟ هو ده الجزء المهم في البلاننج. زي حاله زي دي. دي حاله كانت صعبه، دي برضو تصميم قريب قوي. انا هنا جايب لك بقى الفينير. دول اتنين فينيرز جنب بعض، واللثه حواليهم مرتاحه ازاي. لو بصيت تحت خالص ما بين الفينير واللثه هتلاقي يا دكتور ايمن في خط شعره صفرة. الشعره الصفرة دي السنه بتاعت ربنا. هو ده الحرف اللي انا واقف عليه بالفينير. ليه؟ اما يجي العين يغسل بالفرشه اسنانه يبقى بينظف السنه الاصليه. انا فرحتي قاعد بنظف في سيراميك في بقي واللثه تحت مليانه بلاوي. هنا انا بثبت حاجتين، بثبت ان ما عنديش زيادات لزق، وان حصل بلاندنج ما بين التركيبات التجميليه والسن الاصليه. التحام. التحام كامل. بلاندنج كمان لا، هي غير التحام، انت ما بتحسش بالفرق ما بين السن الاصليه ولون الفينير دي، رغم دي صفرة ودي فاتحه. من كتر ما هم هوموجينس على بعض او مرتاحين على بعض. الجزء الثاني ان تنظيف السنان انا بقدر انظف هنا بدون اي مشاكل، وباضمن للحاله ان اللثه والاربطه اللي حوالين السنان اللي ماسكاها في مكانها تفضل موجودة أطول فترة ممكنة على الوضع الجديد اللي احنا عملناه ده. أصعب الحالات في الدنيا انك تعمل تجميل في سنان تحتانية. السنان التحتانية هو مش برضو مش رصة. يعني خلينا متفقين، انت انا عامل لك السنتين اللي في النص هنا واحدة أطول من التانية، والسنتين اللي جنبيهم إلى حد ما شبه بعض. طب انا بعمل كده ليه؟ الفروقات البسيطة دي أولا تخلي الشكل يبقى طبيعي، رغم انه تجميل، هي دي مش سنانة، رغم انه تجميل بس مخلي الشكل الى حد كبير طبيعي. اللثة تبقى مرتاحة، العضة نفسها ما بين الاسنان اللي تحت اللي بتقابلها الاسنان اللي فوق تبقى مظبوطة. السنة الاطول دي كان السبب فيها ان السنان اللي فوق دول فينيرز، فمن ورا في سنة طالعة عن التانية حاجة بسيطة. انا محتاجه هنا تقصين صح، اللي هي التقاء الحروف بالتقاء حرف السنة التحتانية بحرف السنة الفوقانية، يطلع لي حرف سين مظبوط. كل الادجستمنت دي احنا ما بنقعدش نلعب فيها بعد ما بنخلص التظبيطات. ما بنقعدش بعد ما اخلص اقعد ابرد لك سنانك لا، ده بيتعمل على الكمبيوتر. ده بظبط العضه بتاعتي على الكمبيوتر، بشوف قبل ما اطلع الكراون بتاعي ده والزقه في بق العيان نقاط التماس الاسنان فين، هتفرق في مضغه، هتبقى عاليه هتضايقه او الكلام ده كله.
دلوقتي في حاجة أضيفت جدا لعالم طب الأسنان، أنت بتصوروا تصويرات، دي تصويرات محترفين يا جماعة، دنتال فوتوغرافي. دنتال فوتوغرافي اللي هو تصوير السنان بتاع المحترف ده اللي هو دكتور على فكرة خاص. إحنا اللي بنصور. يعني بيبقى فيه واخد شهادة معينة. طبعا طبعا طبعا. هنا أنت بتوريني التعريجات الطبيعية في السنان. طبعا. احنا بقى بطلنا برضو الكلام بتاع 3-4 سنين فاتوا، البلاط اللي جنب بعضه ده والسيراميك والكلام ده بطل. انت لازم تشوف النهاردة في السن طبقات. السن مش حاجة مصمتة، السن مش لون واحد. كل الكلام ده بيفرق مع مين؟ بيفرق انا النهاردة ممكن اعمل لك سنان فاتحة وما خليش شكلك مش حلو، وممكن اعمل لك سنان تبقى لونها ابيض واللي هي الشكل المبهج، واخلي الشكل اللي قدامي بقض او اخليه منتقد. احنا النهاردة بنحاول نوصل بالشكل النحت بتاع السنان ده لأقصى حاجة ممكنة من الطبيعة اللي ربنا خلقنا عليها، اللي هي دي الحقيقة والواقع والجميل. الطبيعة هي الجمال مش العكس. مش احنا اللي بنخترع الجمال، احنا ما اخترعناهوش، احنا بنقلد اللي ربنا خلقنا عليه. الحالة دي ليرد بورسلين، او ان انا بحط طبقات من البورسلين فوق بعضيها عشان اعمل شكل السنان. خدت بالك السنان اللي قدام كأنها سنة أطفال، اللي هي سبب يبقى من تحت فيها تعريجات بيضة وبعد كده الطبقة الشفافة. النهاردة حالة زي دي لما بتخرج من العيادة بتتسئل إيه اللي غير شكلك؟ أنت شكلك أحلو. مش أنت عملت سنانك فين؟ أنت صغرت شوية. مش أنت عملت سنانك فين؟ لأن السؤال ده أنا بشوفه في معظم الأوقات أنه فيلير أو أنه فشل. ليه؟ لأن النهاردة وضحت أن كان في مشكلة وانا جملتها. زي بالظبط المشاكل بتاعت المناخير في الراينوبلاستي والكلام ده كله، بيعملوا عمليات تجميل طبيعيه. العضه مثلا كمشكله من تجميل غلط تبقى نصيبه سودا. كارثه. شوف احنا اتفقنا في ان نطقناها واحنا مع بعض في نفس اللحظه. انت قلت كارثه وانا قلت نصيبه سودا. كارثه كبيره. كارثه كبيره. وللاسف هي بتحصل كتير بسببين، او في مش يعني سببين يوجهوا ان تحصل الكارثه. اول مشكله ان انا جالي عيان عايزه تعمل مثلا فينيرز وما عندهاش ضروس ورا او خلعتهم من زمن، فالضروس دي هتتزرع تاخد لها 3 شهور على ما نركب، فنجري نعمل فينيرز دلوقتي وبعدين نبقى نشوف قصه. لا تماما، اظبط العضه، حط لنفسك عواميد ورا، سنانك مقفوله مظبوط، ابتدي اعمل تجميل. مش العكس. التجميل ما بيجيش بعد الوظيفه. الحاجه الثانيه، في ناس بتعمل تركيبات وبتقول لك انا حاسه ان هي عاليه شويه بس مش هكمل، او مش هروح، او مش عايز اوطي التركيبات، وده بيحصل. النهارده المفصل بتاع الفك ده، وهو من اكتر المفاصل في جسم البني ادم حساسيه، ابسط حاجه تحصل له انزلاق غضروفي بسبب نص ملي او ملي زياده في تركيب. انزلاق غضروفي. انزلاق غضروفي بتاع مفصل الفك. مفصل الفك. ما في غضروف ما في مفصل الفك. ويقعد العيان بالسنين يصحب صداع. واوقات ممكن يحصل له طقطقه او لا، واوقات يحس ان هو على طول في وجع في جنبه، مش عارف جنبه اليمين او جنبه الشمال، مش عارف ايه سببه. ويروح يكشف سنان ما فيش مشكله، يلاقي العصب ما فيهوش مشكله. بتبقى مشكله البايت او العضه من الاول. ليها بوينتس زي ما هنا متشاور عندنا في الفيديو، ليها بوينتس وليها حركات وموفمنتس. ما ينفعش ان انا اخل بالعلم ده، ربنا خلقنا كده. بناكل 3D، فالعضه بتاعتنا ليها طريقه عشان تطحن الاكل بطريقه معينه، ليها شكل 3D. احنا بنعمل الدياجرامز دي كلها على الكمبيوتر قبل ما بشتغل. ما بخشش احط العيان في موقف ان هو عاضد ولاقي في كارثه في بقه مش عارف يعض فيها. تيجي بقى كده العيان ده بقى عشان تلم مشاكله، اجرك الله. قصص انت حالات الاغلب الحمد لله ما بيخشوش جراحه، بس عشان عيان يتعالج من مشكله في المفصل بتاخد وقت، ما هياش حاجة بسيطة، وجعها رخم ومعظم حلولها علاج طبيعي. ما هياش الجراحة فيها ما بتبقاش أحسن حاجة. طيب قبل ما نمشي بقى قول لي، أنت شايف الأخطاء اللي بتضايق فعلا بتوصلك في عالم تجميل الأسنان، اللي يعني لازم بقى نتنبه ليها كلنا كمرضى وأطباء، شباب أطباء؟ هم حاجتين. أنا النهاردة راجل متمرس التجميل، أعيش واعمل الصح اللي انا متعلمه ومذاكره. التجميل بقى في كورسات جوه مصر وبره مصر والدنيا كويسه، ممكن اي حد يتعلمه بدون مشكله، بس يتعلمه ويمارسه كتير قبل ما يبتدي يحط عيان تحت التجربه. الحاجه الثانيه والاهم، المريض نفسه. المريض النهارده عليه عامل كبير جدا. انا ما اخشش على دكتور اقول انا عايز اعمل تجميل اي ماكس اسنان بيضه في الحته ده، مش صح.
او انا هعمل الفك الفوقاني وهاجي اكمل الفك التحتاني بعدين. هو ينفع تروح للدكتور رمض تقول له اعمل لي ليزك في العين اليمين والشمال استنى شويه؟ ما فيش الكلام ده. ليه؟ هي علاقات. انا النهارده محتاج احط السنان دي في علاقه مستديمه وعلاقه صحيه وعلاقه وظيفيه. فبالتالي الدكتور المتخصص بتاع الحته دي بعد ما بيشخص ويحلل ويوريك التصميم بتاعك وانت بتوافق عليه لازم تسمع كلامه. ما فيش حاجه اسمها اصبر نفسي باللي فوق دلوقتي وتحت مش باينين. في حالات بتمشي بس هو الطبيعي ان دول ترسين بيلفوا مع بعض عشان دي علاقه 3 دي في بقنا. فده جزء العيان اللي هو التدخل بشده وبعنف في طريقه العلاج. الجزء بتاع الدكاتره زي ما اتفقنا هو التعليم المستمر والابجريدز المستمره وطبعا التحديث من الموضوع وكل يوم في جديد عندنا. فالابجريدز اللي بتتعمل دي مع التشخيص المظبوط والتوظيف للشغل بتاعي في بق المريض ده على مدار السكادول بتاعه والتريتمنت بلان بتاعتي لازم يبقى ماشي صح. طب قبل ما نمشي على طول، السيرك كيف تراه؟ هل هو اضافه في عالم التجميل ولا يعني لسه او في كلام؟ اضافه كبيره جدا في عالم طب السنان عامه، مش بس في التجميل، حتى في التركيبات التعويضيه فوق الزراعه والتركيبات بعد العصب والكلام ده كله. انما النهارده مش كل الحالات سيرك، حالات كتيره بعملها سيرك خلاص، يعني بعرف اعمل تصميم ابتسامه مرتاح اكتر لما ببقى شايف كل حاجه قدامي وكلام من ده. في بعض الحاجات اللي اوقات على السيرك ما بنعرفش نعملها، مثلا ان انا اضيف طبقات فوق السطح بتاع السنه من البورسلين. بنخش في قصه كبيره قوي بنعملها بعد كده مانيوال عشان الموضوع يطلع شكله احسن. بس في العموم لو هنتكلم في العموم، السيرك بيطلع بلوكات احاديه اللون، احنا بنصبغها ببعض التصبغات اللي عندنا الوان معينه بنقدر نطلع منها شفافيه وبنديها جريدز من اصفر للابيض عشان نطلع الشكل الطبيعي. وده بنقدر نلعب فيه، زائد ان احنا كمان بنلعب في تشريح السنه شخصيا. زي الحاله دي السنه نفسها مش بلوك واحد، انا قاعد بنحتها عشان اخليها زي شكل السنان بتاعت ربنا، وبعد ما بتطلع بصبغها وبخلصها وبتبقى متسلمه في بوق المريضه لانها تركيبه نهائيه. الحقيقه انا سعيد جدا بوجودك معانا جدا بكم العلم وبعدين باختيارك للمواضيع، وواضح بقى ان انت فلسفتك اللي يعني هنشتغل بيها اللي هو الصراحه المطلقه ضروري وكشف المستور. ضروري كشف المستور، لانه خلاص يعني عالم طب الاسنان بقى دلوقتي زي ما بيقولوا عالم مفتوح على بعضه، ما فيهوش حاجات مستخبيه، والعالم بقى زي ما بيقولوا داريان. احنا بننافس بره بجد مش كلام، وبننافس بقوه وبننافس نتيجه للحرفيه اللي عندنا، مش انا وفي دكاتره كتير في مصر شطار جدا وبيطلعوا شغل كويس جدا. من الضروري اني اعمل احسن حاجه انا متعلمها، ما ادورش على الحاجه اللي هي النهارده كوميرشالي اكسبتد او ان انا النهارده هي تجاريا مقبوله اكتر فانا امشي فيها. لا انت نورتني النهارده اسعدتني وابدعت كالعاده ضيفي العزيز الاسم المتميز في عالم طب الاسنان وصاحب يعني التواجد الرائع جدا في هذا العالم الاستاذ الدكتور محمد العالم، عضو الاكاديميه الامريكيه لتجميل الاسنان وزميل جامعه اخن بالمانيا لعلوم الليزر وعضو الجمعيه العالميه لزراعه الاسنان وصاحب دبلوم التصميم الابتسامه الرقميه كان ضيفي في الدكتور. يبقى عالم التجميل زي ما انا قلت لكم يحتاج الى تطوير كبير على المستوى الثقافي، لازم تفهموا حقوقكم ايه، لازم تفهموا الصح ايه، ده محتاج ان انتوا تتفرجوا علينا على الدكتور. خليكم دايما معنا.